الله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وربي سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ملائكة، قال الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة، قال الله عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ملائكة، قال الله عنهم: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الله عز وجل يقول في سورة غافر، اسمع وتأمل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أتعلمون ماذا قال ربي عن القرآن؟ انظروا وتأملوا ماذا يقول القرآن عن القرآن.
إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. انظروا وتأملوا ماذا يقول القرآن عن القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. انظروا وتأملوا ماذا يقول القرآن عن القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أومن كان ميتا فأحييناه أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. باختصار يقول الشاعر: حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء صلاة. أجمل حياة الحياة مع الله.